البكلاويز الخطير اللي انا هحط هنا زيت في الحلة او في الوك اللي انا هستخدمه، هنزل على طول بالبكلاويز. يلا يا ابو حميد، بنحط البكلاويز في ميه قبل التسوية عشان يفتح، عشان يبقى اسهل في التسوية. شايفين بقية الزبدة بالليمون ده هيتحطوا على شوربة الجندوفلي دي حالا دلوقتي. هنتفرج سوا وهنشوف هنعمل ايه. بعد ما بديله تقلبتين بحط التشويحة، هنشوف. يلا دلوقتي جه وقت التشويحة، هحط البصل والكرفس، انت معايا يا ابو حميد صح؟ والجزر. فين وصفة البسبوسة؟ انا مش هنسى، خلي بالك. ايش حبيبتي بهزر معاكي، خلاص الله واحد ما يهزرش. ندي تقليبه كده مع رشه من الملح، وهنقلب تاني دلوقتي رشه من الفلفل الاسود. ندي تقليبه الجميله، والثوم ده بقى هاخد كده الثوم واعمل حاجه لطيفه جدا، هروح جاي مفعص الثوم وحطه هنا. يلا محتاج نفعصه كده بس عشان يطلع ريحته وطعمه. مش عايزين برضو نكتر عشان يبقى فيه، عشان طعم الثوم ما يبقاش طاغي على طعم الوصفه بالكامل. نحطه هنا، وبعد كده اروح جاي بقى واخد الزبده بالليمون. يلا يا ابو حميد، الزبده بالليمون اللي احنا كنا عاملينهم للجمبري هننزل بيهم هنا. متخيل الاطعمه عامله ازاي؟ وندي تقليبه. حلو الكلام ده، وبعدين ناخد البسله ننزل بيها هنا. وبما انه دي شوربه بتحتاج ان هي تضاف لها سائل شويه، فهنضيف لها كده مقدار بسيط من الميه. مش عايزين برضو الشوربه دي، عايزينها شايفين اصلا هي لونها عامل ازاي لما احمد يجيبها لكم من فوق كده، هي اصلا لونها خطير. مش عايزين نزود لها الميه قوي علشان يبقى طعمها مركز، انا مش عايز طعمها يخف. هسيبها كده تاخد غلوه على النار، وغلوه واحده بالنسبه لها هتكون كفايه جدا. يلا تاخد الغلوه بتاعتها، نيجي هنا هنغرف الشوربه. البكلاويز ده حلاوته ان هو مش غالي، ف يعني ارخص بكتير من بلح البحر، وطعمه حلو. فبنستخدمه بقى كده عشان ناخد الفايده الجميله بتاعته والطعم الحلو من غير ما يكون غالي.